عايز مصر. مصر سريع ولا بطيء ولا عادية؟ لا السريع جديد بخمسين جنيه. في سريع ولا بطيء؟ لا لا في أسرع. دي حاجة لا بجد. اتفضل. ايه ده؟ دي سريعة. عايز ماوس كمبيوتر. ما عايز ماوس كمبيوتر. ده ماوس كمبيوتر؟ ايوه. ده نزل امتى؟ هو اللي نزل امتى؟ نزل امتى ده يعني؟ ده موجود في السوق بقاله كتير. والله؟ علشان احنا بنية حيوانات هنا. حضرتك ثواني. ايه المشكلة حضرتك؟ عايز ماوس كمبيوتر. احنا عايزين ماوس كمبيوتر. ماشي اوكي حضرتك ده ماوس كمبيوتر بس شغالي بيك بنتكلم ده شغاله بالخيار كل ما ياكل اسرع يمشي اسرع والله شغاله ازاي على الكمبيوتر ده بيمشي اسرع بالخيار شغاله ازاي هوصله ازاي المشكله ما دي ماوس كمبيوتر مش يعني هوصله ازاي بس انا مستوي بس عشان الشغل لو سمحت الماوس حقي بطيء كثير بطيء هنا ماوس جدا بطيء من اخر اخر واحده ثواني ما ختمتش انا عايز ماوس كمبيوتر مش عايز اخر واحد الاستاذ جديد يعني بس اخر واحد الاستاذ اخده حضرتك دي مش مشكلتي عايز تغير معاه زي ممكن اغير معاه ده تغير ايه تغير ده غير ماوس لا ده سريع بقى الفاتوره بتاعتك القديمه فين الفاتوره مش معايا تجيبها لي عشان كده في مشكله اديله 10 جنيه فرق وخد السريع واديله البسيط لا حضرتك ممكن تديله 50 جنيه وتاخده جايين نهزر هنا ولا ايه؟ ايه بقى حضرتك يعني ايوه ثواني ايه ده؟ اوكي مش فاهمه اوكي ثواني عشان في ناس بتشتكي من الفار بدل يسيب الموقف حضرتك بس حضرتك كده بتعطلني بتعطلني شغل الموقف مش لحضرتك كل ما ياكل خيار اكتر ليش انا عايز ماوس زي ممكن بدل معاك لو سمحت ما تعطلنيش عدم عطلك ايه انا سدينا انت بتنفذ ايه انا سدينا ممكن ابدل ماوس اديله 10 جنيه يا سيدي انا مش عارف فاتوره ده التهريج ده لحظة ممكن ابدل ماوس حضرتك الفاتورة اتقطعت خلاص مفيش ترجيع مفيش استبدال ثواني بس ليه؟ ثواني الماوس حاجه سريع ثواني حضرتك الفاتوره بتاعتك تجيبها لي وتدفع له 10 جنيه مو مشكله بالفعل هو هو بيشتغل معاك ده ايوه بيشتغل ازاي؟ شغال ازاي؟ شغال ازاي؟ على الكمبيوتر انا مش مسافر بره انا ايه حضرتك؟ حضرتك ما تقولش كده ده ما كانش شغل ما تكلمنيش كده ما تكلمنيش كده مش بتخلي ابدل استاذ ناصر انا مسافر بره في عادي انا مستخدمين الحين توي عايز ماوس انا الحين واصل ورب عادي استخدمها يا جماعه لا لسه انا احسن ماوس جديد استخدم يا جماعه بجد ورق شغل ما اخر ماوس نزل اخر ماوس نزل ورق شغل كتير يا استاذ انا جديد لا ده حضرتك خلاص لا يرد ولا يستقبل جديد خلينا نستقبل انت بتنفذ عليا ليه؟ ايه ده التاريخ ده؟ استخدم الماوس يا دي الماوس اللي تعبك ده خلي ما فيش لا 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 ما تمسكش الماوس بتاعنا كده يتكسر حضرتك دي مش بضاعتك بضاعه الكتاب ولا انت عايز تخرب له الماوس مش هيشتغل معاه كده سريع شو اسمك طيب؟ عبدو انت تاكل خيار؟ اكله خيار؟ اكله خيار يمشي اسرع و و لا حضرتك مش عايزين نتنفذ على بعض لا احنا مش عايزين نبطل الشغل انت جايبك ولا خالص ما تنفذونيش دماغي عندي شغل عندي شغل ايوه شغل معطلينه ايوه ده اسرع حاجه في السوق اتفضل بس خديها يا انسه انت خايفه ولا ايه ما بيقعدش مش هيقطك مش هياكل عندك قطه في البيت انا مش فاهم القطه بس عشان نخلص دماغي سريع عندك قطه اخ عبده سريع بالراحه
عندك قطة. انا سيدي نسوي الاستبدال سمحتي بدفع 10 جنيه. ايه بدفع 10 جنيه سوي الاستبدال. انت ده بقى بطيم من القطط، قلت لك كذا مرة تغير القطط. بقول لك شوية سيامي وشوية شرازي. كلميها. ايه ده التهريج ده؟ ممكن حضرتك تخلصينا؟ لا حضرتك لو سمحتي ممكن انا عندي شغل كتير. ماشي ال 50 جنيه اتدفعت والفاتورة اتدفعت خلاص خلاص. التهريج ده جاي انت بقول لك انا عايز المخ عشان عايز امشي. انت جاي تقرفني. عرفك لو سمحت عندي شغل كتير دماغك دماغك. ايه ده؟ لا خلاص 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 انت فايتش ولا هتاخدي الفار ولا تسجلي وتسجلي الحلقه؟ هات ال 50 جنيه والفار. هات الفار؟ اتفضلي. انت عايز هتاخديه دي؟ بس مش هتاخدي ال 50 جنيه. اهم حاجه ال 50 جنيه. هتجيبي ال 50 جنيه بس ترضي تذيعي ولا ما تذيعيش؟ اه نديها بس الفار برضه. سامحونا. كل سنه وانتم طيبين.